فرح. يمكن اخد من كلام ملك ان هي اتكلمت انه يميزكم مستوى فني وكمان روح سبيريت. شايفه الكلام ده صحيح ولمساه فعلا؟ مظبوط. احنا اول ما بدانا طبعا كنا زي ما عزيزه قالت لحضرتك ان احنا كنا اعمار سن مختلفه، ما كناش عمنا مع بعض كتير، فدي اكيد كانت حاجه قلقانه ان احنا هنعرف نبقى في هارموني كلنا مع بعض ولا لا. بس كلنا كلنا حطينا تراست في بعض ان احنا هنقدر نوصل لحاجه مع بعض. بقينا بنحاول ندي كل الاكسبيرينس اللي عندنا كانت في المنتخب لبعض، كل حد يعرف حاجه بيساعد بيها التاني. بنحاول نندمج مع بعض اكتر، صغيرين مع كبار. طب خليني برضو ارجع للنقطه الاساسيه دي، اول مره العمومي يشارك. يعني برضو اكيد دي رهبه، وحتى مدربينكم يعني كابتن العزيزه بتقول ان انا فوجئت بالاداء. احنا كنا عاملين سيستم كويس جدا من منتل كوتش للتمرين في الميه، مترتب مظبوط والارضي. كنا حاطين التارجت بتاعنا احنا نعمل احسن حاجه عندنا، ما كنش فارق لنا يعني النتيجه او السكور، على قد ما يبقى شكلنا مظبوط ونعمل اللي علينا قوي. وبقينا بنعيد يوم البطوله ده كتير جدا قوي في النادي، بقينا بنتمرن بنفس الحاجات يعني كل العناصر اللي هتبقى موجوده، يوم برد يوم حر جدا يوم حد عنده اصابه، كنا بنجرب كل حاجه علشان نبقى مستعدين ومهيئين نفسيا لكل حاجه ممكن تحصل. علشان كده كنا نازلين شويه مرتاحين في ريلاكس شويه، ان احنا نعمل اللي علينا. فده يعني عنصر كبير قوي خلانا ان احنا فعلا نجيب نتيجه كويسه.